اتفضل يا باشمهندس اشرح لنا. السلام عليكم، ازيكم يا سيادنا؟ عاملين ايه؟ كله تمام؟ طبعا ده فلتر 7 مراحل RO لتنقية المية. طبعا بيخلي المية لو هي الأملاح فيها لدرجة 500 بيخليها لحد 50. تمام؟ تمام. طبعا الشمعة الأولى شمعة بتشيل الشوايب والأتربة. تمام؟ شمعة بتتعمل من القطن علشان الشوايب والأتربة. الشمعة التانية شمعة كربونية لإزالة الكلور من المية. تمام؟ الشمعة التالتة شمعة بتشيل المعادن التقيلة من المية. تمام؟ بعد كده نيجي فوق في حاجة هنا اسمها ممبرين. ده فعاليته 75 جالون، بيشيل لإزالة الأملاح الزائبة في المية. الأملاح الزيادة اللي بتبقى في المية هو بيشيلها علشان الحصاوي اللي بتبقى على الكلى. تمام؟ طبعا بيبقى في ترانس وبيبقى في مضخة وبيبقى في خزان. بعد كده الشمعة اللي هي الخمسة والستة والسبعة، الشمعة ديت شمعة كالسايت وتحلية وانفراغ. كالسايت ديت علشان تضخ كالسيوم للأطفال. تمام؟ التحلية ديت عشان تحلي المية، تخلي طعمها حلو وتخليها تخلي المية شفافة. تمام؟ الانفراغ ديت الشمعة ديت بتشيل الأندي بكتيري من المية، البكتيريا يعني.